اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج. يا هلا بالعرفج. يا هلا والله. اهلا وسهلا. هلا والله بسعد، كيفك؟ طيب. عدت اليوم جايب جزمه عشان لا تتعلق. احسن و... احسن عشان بستيجك طالب انك نحفت وامورك صارت زينه، خلاص كمل الامور كلها. طيب نشتغل، يعني ما يسوى عليك اصابعك تدلدلها. ناخذ الخبر الاول من صحيفه الشرق. ثغره في البند 77 من نظام العمل الجديد ومجلس الشورى يتدخل. نتابع. لاحظ قانونيون واقتصاديون وجود ما أسموه ثغرة في نظام العمل الجديد تتعلق بالبند 77 الذي يتيح وفق لقراءتهم فصل الموظف دون أسباب وخفض مكافأة نهاية الخدمة، في وقت أبلغت مصادر للشرق بنية أعضاء في مجلس الشورى إعادة طرح الموضوع للنقاش. وتوقع منتقدو البند 77 سلبية تطبيقه على موظفي القطاع الخاص، فيما أكد العضو السابق في الشورى عبد العزيز داغستاني عدم وجود مانع قانوني يحول دون نظر المجلس مجددا في نظام تم إقراره إن قدمت آراء مفصلة ومبررة بشأن النقطة محل الاختلاف. تفضل. أهلا. يعني شوف، يمكن يعتب علينا بعض المساعدة من خبر له ثلاث أسبوعين أو ثلاثة، لكن ترى عامل الزمن ما هو مهم في الصحافة السعودية. العمل تراكمي، بمعنى أنت لو شفت مثلا القطار، لو فتحت الجرائد قبل 40 سنة يقول لك قريبا افتتاح قطار في الرياض، وإلى الآن ما افتتح. مسألة البرموية كتب عنها قبل 30 سنة ولا حلت إلا العام، فتراكم هذا مهم جدا. فبالتالي أنت لو تأخرت ما هي مشكلة، لو قدر لنا نضع عنوان، لو كنت صحفي أنا بضع عنوان أكتب وزارة العمل ضد العمال في بعض الأحيان، وهذا العنوان، لأن البند 77 حقيقة جريت اتصالات مع رجال أعمال ومع موظفين بسطاء، ويمكن أنت شفت مقاطع كثيرة من اللي فصلوا الأسبوعين هذه في أنبع وفي جدة وفي كذا شركات، وأعطوني بعضهم، بس ما يمكن نعلق على شركة ضد شركة، خلينا نتكلم بالعموم لأنه هو المهم. رجال الأعمال طبعا بشكل عام مبسوطين للقرار، وقالوا القرار هذا أنه تفصل الموظف بدون سبب مشروع وبدون أي سبب من حقه، يقولون هذا حيخلي الموظف مستقيم وحيبيه مؤدب وكذا. تعال الحلقة الأضعف وهو العامل. العامل أول شيء تدخل مجلس الشورى إيجابي، حنا دائما ننتقد مجلس الشورى، اللي خلينا اثنين عليه نقول جميل أنه يتدخل. قانونيين ضد الموضوع هذا، هذه اثنين. ثلاثة، أنت هنا شرعنت غير المشرعن لما تفصل والله بمزاجي. المادة مثلا في مادة في أظنها 78 تقول أنه من حق الموظف يتظلم. هذه المادة أيضا ما عاد لها قيمة بند 77. بعدين طالما القانونية اعترفوا أنه هذا ثغرة، لماذا لا تسد الثغرة؟ الثغرة تسد. يعني حنا الحين مثلا في زمن المراجعات، بنراجع، بنغير وزارات، بنغير وزراء، بنضم وزارة الوزارة، بننقل حقل إلى حقل. هذا نظام جديد لازم أنت تحميه. أما الموظف هو الحلقة الأضعف، لازم بعدين يقول لك إنك إذا فصلته تعطيه النص راتب عن كل سنة. يعني لو اشتغلت أنا 6 سنوات وراتبي 3000، حيعطوني كل سنة 1500، يعني 6000 مقابل 4 سنين اشتغلت، وهذه كارثة. لازم نعرف إنه الحلقة الأضعف يا أبو سعد. ترى في الموظف أنا معك إن السعوديين في نسبة منهم مثلا بزوطين وفي من، بس أنت لا تراعي السعودي أو غير السعودي، راعي أنت المادة تكون قوية. مثلا أنا والله ما عجبني الموظف الفلاني فصلته، أبي حق أفصله، في عقد لازم يكون شريعة بينه، والله نقلته لمكان فلاني رفض رحت فصلته. فتشريع غير المشرع هذه من أكبر اللي. بعدين مادة 77 تنسف كل الأنظمة حقة العمل، طالما أنت بتملك أنك تفصله في أي وقت خلاص. بعدين هنا نقطة مهمة، نظام ساند هنا حيخسر كثير للتأمينات، لأنك أنت حتعوض العامل لأنه ما ترك العمل، هو فصل بسبب الشركة، وبالتالي هو حيرجع يتعبك مرة ثانية. أنا أعتقد أنه يجب على وزارة العمل إذا كانت جادة تترك الاهتمام في الحجاب والاختلاط وكذا، وتركز على في صميم عملها وتنتبه للنقطة هذه. والآن كلهم اعترفوا أنه ثغرة. يعني أنا استغرب والله، أنا بالبيت ساكن في بيت، واحد قال لي ترى الغرفة اللي فوق حيطيح سقفها، نبهني افترض عالج السقف بسرعة، ما أكابر وأعاند. طيب ناخذ الخبر الثاني دكتور اذا سمحت لنا. تفضل. والخبر من صحيفه الوطن، استبعاد 250,000 ناخب منهم 30,000 متوفى. تتابع. أسقطت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة ما يزيد على 30,000 ناخب وناخبة بسبب الوفاة، واستبعت 277,761 ناخبا وناخبة من الدورات الانتخابية الثلاث لعدم مطابقة الشروط. وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين في الجداول النهائية بلغ 1,486,477 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع المقرر في غرة ربيع الأول المقبل في المراكز الانتخابية.
تفضل يا دكتور. يعني شوف مثل هالخبر يا ابو سعد الحقيقه يجعل الحليم حيران. تحتار انت الان عندك انت اللي انتخبوا 1.5 مليون، اذا ربع مليون مستبعد لانه لاسباب متعدده طبعا، هذا يدل انه قبل ثقافه الانتخاب وقبل في مشكله عند الناس. انت 30,000 متوفين، انا ما ادري طبعا هل هم متوفين في الدوره هذه او الدورات السابقه، كيف واحد ينتخب وهو متوفي؟ بعدين انت تقول 300-400-200,000 هذول بالغلط، 30,000 تستبعدهم؟ في مشكله كبيره في التفكير عند الناس، في زمن التفكير في مشكلة كبيرة إنه 30,000. بعدين والله ما قدرت أفهم من الخبر عشان لا نظلمهم، هل إنه من إقفال الانتخابات قبل شهرين إلى الآن ماتوا 30,000؟ هذا صعب ومستحيل. إذا من الدورات الماضية بعدين تجي الآن يقول لك 51,000 استبعدوا إنه عسكري، أول شروط في الناخب إلا يكون عسكريا. كيف 51,000 دولة راحوا كأصوات ناخبين وبدون ما يدرون إنه أول شرط؟ يعني أنت الحين عشان تدخل الجامعة أول شرط الثانوية العامة، كيف يدخل 51,000 ما معهم ثانوية عامة؟ هذه مشكلة ثانية. بعدين تعال 117,000 اسماء مكررة، يعني أنا ممكن أروح أنتخب في جدة بضم الجيم وروح أنتخب في مكة وروح اسماء مكررة، يعني 171,000 مكررة. أقول لك أنت أمام مشكلة، يا أنه نظام الانتخابات الكمبيوترات اللي عنده مخبطة، أو حنا شعب يعني نميل إلى ما أقول في بعضنا مخبط بهذا الشكل. بعدين تعال إلى عدم استيفاء الشروط 24,000، كارثة. ونظام الانتخاب ترى جدتي تعرف نظام الانتخاب شروط بسيطة ما تستاهل كل التعقيد. أنا يوم قريت الخبر والله يعني استغربت، إنه بالذات المتوفين. أنا أتمنى اللي صاغ الخبر يبين لنا هل هو فعلا 30,000 ماتوا من شهرين وجاي أو من الدورتين السابقتين. يمكن أنت أدرى بس حكم أنك قد اشتغلت يا أبو سعد في جمس كنت جنب مقبر وتعرف. فنروح الخبر الثالث. نحن ندير الحوار. الخبر الثالث من صحيفة عكاظ، التدقيق في شهادات 43 مسؤول حكومي. نتابع. كشف لعكاظ مصدر مطلع عن إخضاع 43 شهادة أكاديمية لمسؤولين في القطاعات الحكومية للتدقيق والمراجعة بعد رفض الجهات الحكومية الاعتراف بها. وبيّن المصدر أن الشهادات قدمت كوثيقة أكاديمية لاعتمادها في إجراءات الترقية والوظيفة، وأثارت الشبهة حول عدم تصديقها من قبل وزارة التعليم، مشيرا إلى أن إجراءات الفحص والتدقيق تتضمن سلامة الشهادات من التزوير ومعرفة مصدرها وعرضها على قائمة الجامعات المعتمدة. طيب دكتور تفضل. اللي يعني شوف الخبر هذا قال لي الأخ مصعب، هو أمس نشر، قال لي الأخ مصعب ما لقاه في الموقع، يبدو أنه سحب أو أنه خطأ، بس ما أدري. يعني إحنا ما نحاول نسوي ذهنية المؤامرة أنه سحب، لكن ما وجدناه أبدا. فبالتالي أخونا مصعب الله يجزاه خير كتب لي بخط يده وبالآلة وطبعوا لي. شوف هذه النظرية جميلة أنك تحاسب الناس بأثر رجعي، ما نبغى طبعا بس توضيح طبعا مصعب كتب نقلا عن الصحيفه طبعا عن الورقية. ايوه الورقيه بالضبط، ما لقينا على كويس انك استدركت. شوف محاسبة الناس بأثر رجعي مطلوب في أمور الدنيا، يعني عفى الله عما سلف هذا يوم القيامة والله عز وجل. لكن أنت سرقت فلوسي والله أقول لك يا أخي خلاص عفى الله عما سلف حنا عيال اليوم سامح، لا لازم ترد الشهادات اللي كانت مزورة أو معترف فيها أو غير معادلة، يجب أن يحاسب. بالذات أنت الحين تشوف مسؤولين كبار. ويمكن قبل فترة دار جدل في تويتر وهذا ليس سرا حول وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل وحول شهادته، وهذه القضايا ما تعنينا. لكن هذا الخبر حلو أنه 43 مسؤول يعني عادة النظر والتدقيق في شهاداتهم. في ثلاث أنواع من الشهادات أبو سعد، الناس ترى يخلطون. في شهادة من جامعة غير معترف فيها، وفي شهادة مزورة، وفي شهادة غير معادلة. يعني مثلا أنا يوم تخرجت ما عادلت الشهادة لأني ما أحتاجها، لما أحتاجها أروح أعادلها، وهي طبعا يحتاجون منك بعض الأوراق إجراءات رسمية وتعادلها. في جامعة مثلا في السودان أو في مصر أو في أي محل في العالم ما هي معترف فيها ويعطونك، هذه أيضا نوع من الشهادات أحيانا تأخذ برستيج ومن حقه. لكن أنا مع دائما محاسبة الناس بأثر رجعي، إذا كان والله كذا لا قل له لا يمنع، وترى في نظام يمنع إذا أي واحد يكتب دكتور هو ليس دكتورا، إلا إذا كان دال مقصود فيها الدلال. زي واحد مرة كان كاتب عند بيته دال فلان الفلاني، قالوا له أنت دكتور؟ قال من قال لكم؟ دال هنا دلال، أنا دلال بسوق الخضرة وما ببد دلالة، فهي ممكن تصير من هالباب يعني. ممكن مبتسم أنت يا أساس نعمم حرف الدال. نعم لا، والمشكلة لما تجيك أنت تأخذ دال ويصير عندك نقص فيتامين دال. أنا والله ودي يصير ما عندي نقص فيتامين بس أتنازل عن الدال.
فأنا أقول لك محاسبة بأثر رجعي هذه نقطة جيدة إنه الآن، وأتمنى إنه يعني اللجنة ذي اللي تتابع المسؤولين تستمر مو تفضح، بس تقول له لا تكتب الاسم بس. نعم. بعض الناس ترى أكبر من غازي القصيبي ما كان يكتب على اسم الدكتور، لأنه أكبر من الدكتور. غازي القصيبي أكبر من كل الدكاترة، ما كان يكتب أبدا. أنت ليش محتاجها؟ السيف ترى ما يقطع إلا إذا كان مجرد، لحطيت بغمده ما عاد يقطع. تدخل نفسك بدال وشيخ ومدري ستة ألقاب سبعة لين تضيع وسطها، لكن لا سرع ألقابك عمال المعرفة، عامل مرجعك مكتب العمل، أوكي لأنك عامل، من هنا يكره العمل؟ شوف العمال كيف مقعدين بالوزارة. نعم. نروح للخبر الرابع من صحيفة الحياة. عفوا فاصل ونعود لكم بعد قليل نكمل الحلقة. اهلا وسهلا بكم، مواصلين في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفه. جاي هلا بالعرفه. يا هلا والله. هلا. نروح دكتور الخبر الرابع من صحيفه الحياه. ازمه الفكر تحشر وزير الاسكان في زاويه ضيقه. نتابع. فتح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل باب هجوم على نفسه يصعب سده بعدما عزى أزمة الإسكان التي يشمل تأثيرها ما يراوح بين 60-80% من السعوديين إلى أزمة في الفكر وليس في الأراضي والموارد. وأتاح تصريح الوزير مجالا خصبا للمعلقين على تغريدات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غالبيتهم متندرون وساخرون ومنتقدون وغاضبون. بعدما يشبه صمتا مطبقا منذ تعيينه قبل 4 أشهر، خرج الحقيل بأنه ليست هناك أزمة سكن في المملكة، وإنما أزمة فكر لدى المواطن. تفضل. يعني الله يكون في عوني، دائما تعرف الأمور هذه بس عاد فيها شوية دائما حساسية، لأنه هذه صارت قضية رأي عام، بالتالي أنت أي كلام تقوله لازم يكون له مقتقدين. يعني الأول شيء الأستاذ ماجد أنا ما أعرفه، لكن باين أنه رجل طيب ومهذب، وفعلا كان اجتهد أنه يوصل رسالة. العتب على على التصريح من عدة جهات. يعني أول جهة، أنت رجل لك 100 يوم في الوزارة، أنت لو شريت بقالة يا أبو سعد عشان تعرف أسرار البقالة يبغالك 6 شهور. أسرار كبيرة ببساطة، أنت تجي تنسف كل السنين السابقة والوزراء السابقين كأنهم ما عندهم فكر وأنه كذا. ثانيا هو قال مسألة فكر وسكت، كلهم يقولون ما شفتوا المقابلة، شفناها 16 دقيقة، شفتها أنا مليون مرة 16 دقيقة كلها، أنه قال ليست مسألة أراضي ولا كذا، يعني كل جهودنا في الرسوم الأراضي البذا كلها ذهبت هذا أهباء منثورة. ثانيا أنا أعتقد أنه نحن بحاجة، أنا مرة كتبت مقال قبل شهرين، بحاجة إلى دورة للوزراء. الوزراء جيدين وكذا، بس ترى لما تكون وزير غير لما تكون مواطن. ماجي ترى تكلم على أنه يعني الرجل كان مطور أو كذا، يتكلم بتلك الخلفية. أنت الآن لا وزير، عندك 20 مليون معلقين آمالهم عليك. الآن الملك عبد الله 2011 الله يرحمه أمر ب 500 وحدة، قرر مشروع 500 وحدة، يعني نصف مليون وحدة، 265 مليار. والآن بعد كل هذا تجي تقول لي لا والله ما هي مشكلة، نرجع للمربع الأول. زي مسألة الفساد لما تقول لهم، يقول لك المشكلة في تعريف، تعال نعرف الفساد. الآن فكر، حتى موضوع الادخار اللي قاله مو صحيح. أنت لو راتبك 6000، أنا اشتغلت أول مدرس 6000، لو جمعت ما أنفقت ريال في السنة تجمع 72000، عبال تشتري أرض 5 سنين، عبال تبنيها 10 سنين، عبال تجمع مهر البنت الحلال 5 سنين، عبال تشتري سيارة 20 سنة وأنت ما جمعت. هذا هنا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الفكر ما هو مسألة فكر، ترى البس لا جاي ياخذ الحامل لازم يفكر. يعني انت كأنك تجيب شيء جديد وما هو شيء جديد، اكيد انه المسألة مسألة فكر. نجي يا حبيبي للموضوع الاهم الان. طبعا الشعب كله طقطق مع الاسف طقطق، واعتقد انه يعني يمكن ما اقول الوزير احرج الحكومه، لكنه ما كانوا يتمنوا انه مثل هذا التصريح يطلع. يعني انت لو شفته والمواد اللي طلعت، الناس بدات ترجع تسمع اغنيه ام كلثوم لسه فاكر وفكروني وحاول تفتكرني، واللي رجع سمع اغنيه ما ايش اسمها ماجد الرومي يا ساكن افكاري. يعني السخريه
هي حل من الحلول يا أبو سعد أحيانا. وكما يقول الكاتب التركي عزيز نيسين يقول إنه دائما السخرية شأن جاد. ترى الناس كانت محتقنة، الناس واضح إنها محتقنة متوقعين. شوف ترى لو قلت أنت الكلام ولا قلته أنا مقبول، لكن أنت الآن وزير، هذا هي الفرق. يعني أتذكر اللي كانت تحكم على القاضية اللي قاضت مايكل جاكسون، قالت أنا متأكد إنه مايكل جاكسون تحرش بالغلام، لكني أنا هنا لازم أصدر حكم معي قوانين، لكن أنا قضايا الداخلي متأكدة. هو نفس الشيء ماجد كان يتكلم وكأنه الموضوع تنظير. أيضا الحلقة الأخيرة في الموضوع هذه الندوة اللي سوتها مؤسسة أسبار، وأعتقد أنها هي اللي يعني أتاحت كذا، هذا كلام يقال للخاصة، مسألة الفكر وكذا ما تقولوا للعامة. هم نقلوا الفكر الخاص إلى العام، فدخلوا في إطار بيت الشافعي. الشافعي يقول ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق أو بالباطل. مواطن بسيط ساكن في عشة يبغى شقة أو نص شقة وتيجي تقول له مسألة فكر وتدخله في متاهات الفكر وكذا، لا الموضوع أبسط. الآن أنا ما أعتقد في العشر سنين وزارة دعمت زي وزارة الإسكان، دعمتها الدولة، أعطتها كل الأراضي البيضاء، كل الأراضي في السعودية غير مملوكة، أعطتها 250 مليار وأعطتها كل شيء. وبعدين نرجع للمربع الأول نقول فكر، هو لابد أنه بعد سنة يقدم لنا يقول هذا هو تقديمي. يعني أنا كنت لو استشارني ضد طلوع أصلا في هالمرحلة، انتظر بقالة ما تقدر تعرف أسرارها في أربع شهور، تعرف سر دولة 30 سنة ويتكافح، سوت الإسكان العاجل، سوت الدخل المحدود، الآن في صدر. وبكل بساطة نقول فكر، أنا ما أدري أبو سعد إلا إذا كان أنت لك رأي آخر طال عمرك. وأنا قلت لك إحنا ندير الحوار، الله يعطيك العافية، ما راح نعطي أجل نسمع أغنية يا ساكن الأفكار، ما راح نعطي أفكار لأسباب تكتيكية واستراتيجية، لكن عفوا نروح لتصريح الأسبوع. النساء وراء 40% من حوادث المرور. كشف العقيد بندر بن ماشع الحربي مدير قسم الحوادث بمرور حائل أن 40% من الحوادث المرورية في المملكة تقع بسبب النساء والأطفال والجوالات والسرعة وإهمال حزام الأمان. وقال أثناء ورشة عمل لبرنامج مبادرة السلامة المرورية للمعلمات المرشحات للبرنامج من جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تعليم المنطقة أن الأسباب الرئيسية للحوادث تقع بسبب النساء بنسبة 40%، ومن ثم الأطفال واستخدام الجوالات والسرعة وإهمال حزام الأمان، مؤكدا على دور التعليم في التثقيف ونشر الوعي بين الطلبة والطالبات في الحد من الحوادث. تفضل دكتور. شوف يعني احنا نقول دائما ما لنا خصوصية، انا اعتقد هذا من خصوصياتنا. يعني انت تتكلم عن 40% من الحوادث بسبب النساء، والنساء ما يسوقوا، كيف لو يساقوا السيارات كم حتصير نسبة؟ 140% مثلا، 140% حتصير الحوادث. فالخبر هذا أنا صراحة يعني ضحكني. أول شيء أنه السلامة المرورية وين في مدارس البنات؟ هذا يدلك على أن وزارة التعليم أحيانا عندها يعني برامج ما لها داعي نهائي. تعطي أنت إلا إذا كان فكرنا تفكير استراتيجي وقلنا لا هم يدربون البنات لأنهم حيصيروا أمهات. وحافظ إبراهيم يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا للعالم، بس ما أعتقد أنه هذا التفكير الاستراتيجي. ما أدري يعني أنت كيف تفهم أنه تعطى الدورات حقت السلام المرورية لمدارس البنات ومعلمات وتأهيلهم؟ هل هو في استباق مثلا لأن المرأة ستقود يعني في قرار مثل كذا يطبخ؟ ما أدري، التساؤلات هي. ولا المفترض تعطي أنت الشباب في الثانوية هم اللي فحطون، هم اللي تعطيهم الدورات اللي مثل هذه، ما تعطيها لطالبات ومعلمات عن السلام المرورية؟ إيش رأيك؟ نروح لكاتب الأسبوع. المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع عبد الله بالجبير من صحيفة الاقتصادية بعنوان أهمية التغيير في حياتك. يقول في الوقت الذي ينصح فيه خبراء الصحة بأهمية إحداث تغيير في حياتنا، هناك كثيرون يخافون منه ويجدون صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار بذلك، ربما لأن معظمنا لا يدرك تأثير التغيير الإيجابي في الحياة. بحسب آراء أساتذة علم النفس فإن إجراء تعديلات جذرية على نمط حياتنا وعاداتنا من أجل إحداث تغيير إيجابي يتطلب جهدا كبيرا، وحتى يمكن للفرد بذل هذا الجهد الكبير فإن الأمر يتطلب مكافأة على ذلك تتمثل في أن يكتشف المرء في نفسه مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والأفكار
والصور التي لم يتعرف عليها سابقا، وهي أمور لا تغني حياته فقط بل تؤمن له في الوقت نفسه أدوات أخرى ليتعايش مع نفسه والآخرين بشكل أفضل. في رأي المعالجين النفسيين أنه من خلال البحث عن الأوجه المختلفة بين شخصياتنا نتوصل إلى فهم هويتنا الحقيقية، وبالتالي إلى الشعور بالسعادة، وأنه من غير شك في الوقت الذي نعرف فيه أوجها معينة في شخصيتنا نغض الطرف عن أوجه أخرى كثيرة أو نتجاهلها بالكامل. لذلك علينا اكتشاف هذه الأوجه عبر تغيير طريقة تصرفنا أو حياتنا بكاملها، ومن ثم ننجح في اكتشاف أنفسنا. تأتي التغييرات من حاجة إلى استبدال شيء ما في حياتنا وتحقيق ذاتنا، فقد تحدث أمور غير متوقعة كثيرة وتكون السبب في تحفيز التغيير الذي سيساعدنا على اكتشاف أنفسنا بشكل أفضل. وقد تمر بنا أحداث تؤلمنا أحيانا لكنها تتضمن معلومات كثيرة عنا وتساعدنا على استنباط عبر كثيرة، حتى أنها تدفعنا إلى تبني أنماط سلوكية جديدة. وهناك أوجه من شخصياتنا لا نكتشفها إلا إذا داهمنا خوف شديد أو فرح شديد، فبعض الظروف الخارجية تستجد علينا وتجبرنا على التفكير بجدية وبشكل واع وعلى الرضوخ لاتخاذ قرارات مصيرية. لكن السؤال هو، لماذا نتردد كثيرا قبل القيام بأي تغيير في حياتنا أو نمط عيشنا؟ لماذا لا نستقبله بذراعين مفتوحتين؟ والإجابة بكل بساطة هي لأنه عندما نفكر في تغيير حياتنا تطفو مخاوفنا جميعها على السطح، وهي التي تردعنا عن تحقيق هدفنا. فلا تخف من التغيير، خاصة عندما تجد حياتك تقع في فخ الملل أو الروتين وتحتاج إلى القضاء عليهما. إننا نذهب في الإجازة من أجل تغيير نمط الحياة اليومية ونستبدلها برؤية مناظر جديدة ومقابلة أشخاص جدد وتغيير نوع الطعام وحتى مواعيده، ونحن نعود من الإجازة أكثر إقبالا على الحياة والتغيير. نوع من الإجازة ولكن في زمن أطول، وقد يبين التغيير قدرته على جعلنا أكثر سعادة فنمضي فيه، وقد يستنفد قدرته فنقوم بتغيير آخر. إن الثبات موت والتغيير حياة، فغيروا حياتكم. طبعا كما تابعت المقال لكاتبنا الكبير والقدير الأستاذ عبد الله باجبير، اللي هو ليس مختزل في الكتابة في الاقتصادية، وكتب في الشرق الأوسط وفي سيدتي وفي الجديدة وفي أكثر من مكان. نعم. وأعتقد هي كثير من الأماكن. أيضا هو صحفي أيضا في نفس الوقت، فتحياتنا له الحقيقة. وتعليق لك دكتور. يعني شوف، أول شيء أبو سعد لازم نعطي معلومة بسيطة عن فكرة كاتب الأسبوع، أنه التقديم والتأخير لا يعني شيء. يعني إذا تأخر كاتب لا يعني أنه غير مهم، أو قدمنا كاتب لا يعني أنه مهم. هي حسب الظروف وحسب المعطيات وحسب مثلا توفر المادة وتوفر الرجل أيضا. الأستاذ الكبير، وأنا أقول لك الكبير وأنا أعنيها، الأستاذ الكبير عبد الله باجبير أكرمني اليوم بمعلومات جميلة وسأرويها الآن. أولا، هو بدأ الكتابة قبل 40 سنة. يقول أنا كنت محرر رياضي في عكاظ، وهاشم عبد هاشم محرر رياضي في المدينة، وتركي ستيري محرر رياضي في الرياض، وخالد المالك محرر رياضي في الجزيرة، والرابغي محرر رياضي في البلاد، وعثمان العمير كان مراسل للندوة في مكة المكرمة. يقول بدأنا سوا، انطلقنا سوا. طبعا تعرف بالمشكلة عبد الله باجبير انه متنوع وكتب في اكثر من صحيفة، لذلك الايمج عند الناس انه سيدتي والشرق الاوسط بالذات اللي يقرؤون من 25 سنة كان يكتب مع قهوة الصباح في العمود. قلت له كيف وصلت لهذا العمود؟ قال انه كان يكتب عبد الله الجفري، فصار خلاف مع الناشرين فاتصلوا بي واعجبوا بمقالاتي فوضعوني في هذا المكان. أيضا سر لي المعلومة جميلة، قال لي أحمد، نظرا لتقديري لبرنامج يا هلا بالعرفج وأنه فعلا أصبح يعني برنامج مشاهد، أنا بقول سر أول مرة في حياتي أني 12 سنة أكتب في صحيفة في مجلة لها باسم نوف العبد الله. اوف، وطلع هو نوف العبد الله. ايوه، وقال لي قال لي اسال مطر صاحب علي مطر، لا مطر الاحمدي، عصير الكلام. نعم نعم، مطر الاحمدي هو الشاهد على ذلك. يقول من الطرائف انه غازي القصيبي كلم مطر قال بالله يبغى اعرف منه ابغى اتعرف عليها. يقول قلت له هذا عبد الله باجبير، قال الله يخصك حسن. يقول لي مصطفى، لا بس هذه خلينا نعيد المعلومه لانه هذا خبر يعني أول مرة يعلن، خبر خاص لأهل بالعرفج. نعم، نعم. ومصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأقدم أرسل يقول أرسل لي رسالة، ما زلت محت إنه دعوة وإقامة في باريس ومدفوعة التكاليف للنوف هذه. فأنا أشكره شيء أبو غيث اللي وثق فيني وأعطاني هالمعلومة وسمح لي أمررها أيضا، مو بس أعطاني هذا. نعم. اللي مسموح لك أنت. سألت لا يبغانا شو اسمه، يبغانا نقعد مع مطر نعم نعم، والأستاذ عبد الله، لأنه طبعا كل الناس اللي كانوا يعني عندهم امال واحلام مع نوف العبد الله
ونوف عبد الله تكتفي. اذا هي باعتراف عبد الله باجبير هو عبد الله باجبير. نعم ونعم وانا احييه على اقتداره انه يختبئ خلف يعني قلم نسائي طول هالسنين 12 سنه. نعرف مثلا شو اسمه مفيد فوزي ومجموعه وكذا كتبوا باسم بنت وانا من ضمنهم, بس ما قدرنا نواصل شهر شهرين سنه ما تقدر, لكن 12 سنه يعني ذلك عقد من الزمان يا ابو سعد, عقد يعني 12 سنه. سالته عن ماذا تعني لك الكتابه, قال هي كانت مصدر حياه فصارت مصدر رزق. تعرف الاستاذ عبد الله من الوحيدين في السعوديه اللي يقتات يعني من الكتابه, ما عنده اي عمل ثاني ابدا. سالته عن اصعب مراحل المقال فقال يعني الحصول على المعلومه. تعرف الحين لما نجي في اسلوبه في الكتابه ترى هو الوحيد الان اللي الاستاذ فهد عامر الاحمد امتداد له, وانا الى حد ما الكتاب في المعلومه, هو يجيب دراسه ويوظفها في المعلومه. نعم. في المقال يعني لا يمكن اتحدى تجيب مقال لعبد الله باجبير ليس فيه معلومه او استشهاد او اقوال, لا يمكن يجيب لك كلامه لحاله فقط, لازم يجيب اقوال اخرين. سالته عن متى تضع العنوان, قال في النهايه. سالته عن الكتابه الاجتماعيه هل هي مجديه, قال انها فعل تراكم يجاب فعل. قال احنا كتبنا قبل 25 سنه قبل عن البرماويين, يقول عولجوا قبل سنه, يعني هي تاخذ متاخره شوي لكنها افضل من. لكن ما يحزنني يا ابو سعد, ما يحزنني وانا اقولها جاد, انه واحد زي عبد الله باجبير الان لا يكتب. انا مستعد بكل الزوايا اللي يكتب اتنازل فيه انه يكتب هذا الاستاذ لانه افضل منا كلنا يكتب فيها. تصور الان هو لا يكتب, افترض مثل هذا الكاتب القدير اللي اصلا على مستوى الوطن العربي لا يكتب وهو بكامل لياقته, يعني هو مستعد يكتب في اليوم مقالين. فانا من هذا المنبر اعلن اني متنازل في زاويتي في المدينه اذا قبلوا ان يحطون محلي عبد الله باجبير وله المكافاه ايضا. فهذا ما كان من الاسرار الخاصه عبد الله باجبير يخطب ولا يخطب. نعم نعم انا اقول لك يؤسف. لكن هو شوف يعني اعتقد انه هذا انعكاس لواقعنا الصحفي, يمكن احباط ولا هو كان تعرف من الاوائل من هاجروا لندن واسسوا الشرق الاوسط تلك الايام, يعني من الرواد القدامى في مساله. لكنه هو رجل عفيف ومترفع ومتسامي عن التفاهات والعراكات وكذا. خلينا ندخل في السلبيات. سلبيات الاستاذ, لو حاولت اضع عبد الله باجبير ابو غيث في اختزال بسيط قلت عبد الله باجبير سفير اللغه والادب والحب, هذه الثلاثة تنطبق عليه. طبعا أنا حجيبه بعد أسبوعين من زين الكتب, حجيب كتب إن شاء الله. أول شيء تفاوت قوة العناوين. الحقيقة أنه أبو غيث يحيرك أحيانا, أحيانا عنوان صارخ وأحيانا عنوان مرة عادي. أنا ما أبغى, أنا أدري أنه ما يمكن يكتب كل يوم عنوان صارخ, لكن خلي الفجوة بسيطة لا تكون قوية, هذه أول واحدة. ثانيا المبالغة أحيانا, هو عنده مبالغة بالذات ما يتعلق في يعني إذا إن الأستاذ عبد الله إذا اقتنع بشيء لا يمكن يغير قناعاته, وأنا أتمنى يعيد النظر. يعني إذا اقتنع أنه مثلا الغرب مثلا يتآمر على المسلمين لا يمكن يغير فكرة حتى لو جبت أدلة, هذه المبالغة أحيانا. طبعا هي سلبيات بسيطة ولا هي سلبيات, خلينا نقول إنها مآخر بسيطة. أيضا تكرار الموضوعات, يعني الأستاذ عبد الله صحيح أنه متخصص في الحب وله زاوية شهيرة من أجل عينيك في سيدتي وكذا, ومتخصص في الحب والزواج والعلاقات العاطفية والكتابة عن الموسيقى والرومانسيات. يعني عبد الله يحب دائما الحياة ومستمتع بالحياة, فلذلك هذه المناطق التي يغرد فيها. هذا مكان من أمر السلبيات وهي بسيط ولا تذكر أمام جماليات هذا الجبل الأشم من الكتابة. تعال الإيجابيات. أول شيء البصمة العبدلية, أسميها البصمة العبدلية. يعني عبد الله باجبير من دون ما تشوف اسمه تعرف أن هذا مقاله من خلال اللغة. عبد الله أفضل من يكتب البراغرافات, مقدمة 3 سطور, لب المقال 6-7 سطور, خاتمة وقفلة 2 سطور, ويجيد القفلة بشكل 90% تجد مقاله وقفلته في تساؤل تساؤل تساؤل. يعني يقول لك مثلا أنه في دراسة في بريطانيا عن أن الكلب يشعر بالأحزان والاكتئاب, ويجيب الدراسة وكذا يقول هذه الكلاب تشعر, فهل نحن نشعر ببعضنا؟ إذا كان الكلب يشعر بأحزان من يمشي معه من الناس, إحنا ما نشعر ببعضنا؟ يعطيك تساؤل. ثانيا قوة الثقافة, عبد الله ثقافته لا أقول بسيطة إنما مخيفة. لما تقرأ مثلا كتاب مثلا صداع كون اسمه الحب تطلع بأقل شيء 10,000 معلومة, كتيب صغير لكن فيه 10,000 معلومة. فأيضا هو من رواد القهوة والثقافة. قبل 30 سنة زاويته مع قهوة الصباح, مع قهوة الصباح ربط لمن كان الناس تقرأ الجرائد الصبح, مش الحين بعد ما تحولت فطرة الله وسنة الله وبدأت الناس تقرأ في النت في أي وقت والجريدة ما تدري متى تطبع وكذا. أيضا
ثلاثة أبرز الميزة الثالثة فيه الإيجابية الاستشهاد ومهارة التوظيف. يعني هو يجيب العبارة لدرجة أنك لما تحطها في مكان ما تقدر تشيلها منه. يعني بعض الناس كذا يستشهد من أجل الاستشهاد زي ما يقولوا في الإنجليزي dropping the name، يحاول يرمي الأسماء. هو لا، هو يجيب العبارة ويحطها، مثلا بيتكلم أن المرأة تتغير بعد الزواج ويكتب مثلا عن برنارد شو يقول تظل المرأة من الجنس اللطيف حتى تتزوج، يوظفها توظيف جميل. على آخر شيء الجرأة والخروج عن التقليد. عبد الله دائما مخرج، حتى مرة كتب مقال عن الخمر يعني تصنيع وكذا في الشرق، وعشان يمشي في الأخير كتب الحمد لله نحن سعداء بالإسلام الذي حرم الخمر. بعد ما ذكر كل شيء عنه جابها بهذه القفلة. هذه المرة اقتراحي لن أوجهه إلى الكاتب، لا سأختلف الآن، سأوجهه إلى وزارة الثقافة والإعلام، ونحن على أبواب معرض جدة. أنا أتمناهم يكرموا هذا الرمز. نحن يا بسعد طفشنا أن الإنسان تكرم الإنسان يكرم لما يموت. لا، نبغى الأستاذ عبد الله يشوف محبيه وأنا منهم يحتفلون به. معرض الكتاب ماذا يفعل إذا ما كرم عبد الله باجبير؟ ترى هو اللي بقي من العبادلة الكبار. عبد الله عبد الجبار مات، عبد الله الجفري مات الله يرحمه، محمد صادق ذياب الله يرحمه مات. الآن بقي لنا هذا الرمز، يجب إنه ده ترى من الرواد، صحيح إنه متواضع، لكن إحنا مهمتنا في أهل بالعرفجة نخرج المتواضعين، ندعم المتواضعين، ندعم المتسامين الغير متزلفين، ندعمهم. أتمنى أنه الآن وهي يسمعوني جماعة المنظمين المعرض جدة بضم الجيم للكتاب الشهر الجاي، أنهم يجعلوا شخصية المعرض عبد الله باجبير. أتمنى ذلك. نعم، نتمنى. تحياتنا للأستاذ عبد الله باجبير، ويشكر الحقيقة على ما قدم لنا في السنوات الماضية، وكلنا أمل أن لا ينضب هذا العطاء مستقبلا أيضا. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في حلقه من حلقات هلا بالعرفجة. هلا فيك يا هلا والله بسعد. ترى الشاهي قضى، يعني مو لازم اتسول كل اسبوع، يعني خلاص كل فريقك يجهزون لنا الشاهي. ترى والله الحين الشباب، واحد من اقاربي، واحده من قريبات تقول مر علينا اعطيك شتلت، ولا يذلك علي وفريقه. ابشر الحين. اي والله الحمد لله حبيبي. روح الفتوى الاسبوع، حكم التسميه بالاسماء المشتركه بين الخالق والمخلوق، تفضل. اي طبعا هذا سؤال قديم وجه لأكثر من العلماء. تعرف بيت العبد الكريم، لما تقول العبد الكريم صارت الكريم وصف للعبد، تحولت، لم تعد عبد الكريم، العبد الكريم، العبد الباسط مثلا كذا. العلماء قالوا يجوز كذا، لكن في الأخير قالوا لازم تفرق بين الأسماء فيما بينها. فمثلا عبد القدوس ما تقول بيت العبد القدوس، مثلا العبد الخالق، مثلا بيت عبد الخالق حطه وبعدين صار العبد الخالق، يقول لك هذا ما يجوز. لكن العبد اللطيف يجوز. أنا ما قدرت أفهمها صراحة، فتوى غريبة، وتعرف أنا قدراتي محدودة، يمكن أنت أظهر مني فاشرح لي. هم يقولون العبد اللطيف والعبد الكريم يجوز، لكن تيجي العبد القدوس، الأسماء اللي شوف وبل يحرم، وإنما الذي يحرم هو تسمية بكل اسم يختص بالله تعالى كالخالق والقدوس والمميت، فلا يجوز أن يسمي العبد القدوس أو العبد الخالق. ما أدري إيش رأيك أنت؟ ما أدري والله، نصف العلم نصف العلم لا أدري. كنت ما شاء الله يا أبو سعد صدق عالم، لا 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 يفتى والعرفج في الاستديو. لا لا، شوف شوف الشاعر النجفي الله يرحمه إيش يقول. يقول يقولون نصف العلم قولك لا أدري، وإن الدعاء العلم في ذا الحجة يزري، فإذا فاعلم أنني أكثر الناس، فعندي لو فتشتني ألف لا أدري. على كل ما تدري واحدة تضيف، فأنا أكسرها يعني أكبر عالم مدام عندي ألف لا أدري. نعم، نروح لمزايا الكتب المسموعة. هذا أنت تجيبه يا أبو سعد، هذا العادات السبعة الأكثر فاعلية. نعم، ستيفن كوفي. شوف الآن طبعا تعرف صارت مع الأسف تطوير الذات بالذات في السعودية، والأخوان ذول اللي رجعوا من الصحوة واللي رجعوا من الدين ومدري، صاروا يألفون في كتب تطوير الذات، وهي صراحة كتب سمجة في الأغالب وكتب لا قيمة لها. واللي يلعن اللي يجيب لك مثلا الناجحين، يجيب لك قصص النجاح على بالهم أنت إذا قرأت قصة الناجح حتصير ناجح. ترى هو مثل اللي في البنك يشتغل يعد الفلوس لكن ما هو غني أبدا.
ستيفن كوفي هذا ولخص لك الحياة، أعطاك التجارب الحقيقية. لما تسمع الكتاب ولو أنه مختصر ومضغوط لكنه جميل أيضا. هذا من 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 أعرق الناس في تنمية الموارد البشرية وتنمية القدرات الذاتية وتطوير الذات قبل جماعتنا. جماعتنا مع الأسف دائما يدخلون أشياء ويشوهونها، وأحيانا يسبقونها بطابع إسلامي، وهذا ما في مشكلة، لكن لا تحاول دائما أنك تتسخ الآخرين، وجد تجربتك بنفسك. يعني مثلا إبراهيم الفقي الله يرحمه كان فعلا من الناس النوادر اللي أضافوا لهذا الحقل. هذا ما يخص الكتاب الصوتي. الكتاب الورقي الحقيقة يا أبو سعد وارجو أنك تمهلني، هذا للعملاق الكبير عبد العزيز الخمر. هذا الكتاب السعودية سيرة دولة ومجتمع. أنا أعتقد وحسب علمي، وأنا إنسان عبد يعني محدود القدرات، لكن أنا أزعم إنه هذا أفضل كتاب تكلم عن السعودية كدولة ومجتمع وسلوك في خلال 30 سنة. هو بدأ تقريبا من عام 1400 إلين قبل 3 سنين. عبد العزيز الخضر الحقيقة بدع في هذا الكتاب إبداع كبير، يكفي فقط الرصد. يعني تصور لما نقول لك العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني، يعني ذلك. هذا الكتاب عبد العزيز الخضر قاعد 1025 سنة، أنت تقرأه في 25 ساعة، كل ساعة بسنة من مجهود عبد العزيز. أيضا كان عبد العزيز لا يأتي بالأشياء فقط بل يحللها، وروح الباحث واضحة هنا. عبد العزيز حاول يمسك العصا من النص، لم يكن متحيزا ضد الإسلاميين أو متعاطفا مع الليبراليين، بل مسك العصا من النص. عجبني أيضا ابتكاراته، وصف المشايخ توصيفات معينة. أيضا هذا شو اسمه، أنا عتبي عليه فقط أنه ما ركز على تأثير النفط على السعودية كسيرة مجتمع سلوك. تعرف المجتمع هو في جزء ثاني أعتقد، ما أدري إلى الآن ما طلع الجزء الثاني، بس حنا علينا باللي حاصل الآن. أيضا من الأشياء اللي أيضا كنت أتمنى على عبد العزيز، وهذه تقريبا فنيا، أنه عبد العزيز كتب العقل الديني، العقل الثقافي، العقل كذا، كان ودي كل واحدة تكون في كتاب. شوف هذا الكتاب 900 صفحة، يعني ما حد زي العرفج يغصب نفسه على القراءة. أنا قعدت أقرأ كل أسبوع فصل لين خلصته، ما حد يقرون. عشان تصل معلومة الأستاذ القدير عبد العزيز وهذا الجهد الجبار يصل للناس، كنت أتمنى أنه يوزعوا إلى 5-6 كتب بحيث أنه يفصل الثقافي. مثلا هو توسع في الثقافة والإعلام بالذات، بدع فيها بحكم اقترابه. صحيح الفصل الأخير اللي عن التنمية كان فيه قلة معلومات، لكن بشكل عام الكتاب مذهل بمعنى الكلمة، وترى مو كثير الواحد. أنا أتمنى معرض الكتاب في جدة على الأبواب، أتمنى يقتنون. أنا ما أدري هل مفسوح أو غير مفسوح، حسب علمي أنه بس في المعرض مفسوح، لكن في غيره ما أدري. الكتاب جهد، رغم أنه ما في شيء، كان منطقي في كل الأمور اللي كان يتكلمها. وعبد العزيز من الباحثين الجادين والله يا نعم. لا هذا رجل يعني إذا تفتخر أنت ب5-6 مفكرين معاصرين الآن في السعودية، عبد العزيز لم يكن الأول فهو الثاني. أبو سلمان عبد العزيز الخضر فعلا فخر للوطن. أي والله فخر، وأتمنى الكتاب هذا أنه يقرأ رغم طوله. ترى ممكن يا شباب اللي تحبون ما تحبون القراءة، ممكن ترى أنه أنتم تحاولون كل فصل تأخذ أسبوع مثلا، مو لازم. يعني مثلا من توصيفاته، مثلا شوف توصيفاتهم، عبد الرحمن بن سعدي كتابة عصرية وبذور تسامح، تجي مثلا للشيخ عبد الله بن حميد القاضي والأمير، تجي مثلا هو يوصف المشايخ وبعدين يكتب عنهم. مثلا عبد العزيز بن باز شخصية غاندية وختم سلفي، شوف كيف يجيب الأشياء بشكل غريبة. يجي مثلا هنا عند مين، خليني بس تسمح لي يا أبو سعد إذا وقتك ما يمنع، ابن عثيمين فقه الصحوة، عبد الله بن جبرين من فضيلة إلى المدعو. بعد كذا صالح الفوزان أزمة متغيرة وخطاب مستمع، وهكذا إلى آخره. كل التمنيات له بالتوفيق للأستاذ عبد العزيز الخضر، ومنتظرين الإنتاج المقبل. روح لعبارة الأسبوع دكتور، والشاي جايك، وروح لعبارة الأسبوع اللي يخاف الأسبوع من الذيب يطلع له. شوف والله يا أبو سعد هذا المثل رغم أنه بسيط، دقق معي، ترى كنت ساير ما تركز معي كثير، ركز الله يخليك عشان يمكن أنت الذيب يطلع لك. هذا المثل رغم أنه عامي بسيط، لكن كما يقول العقاد الفكر عامي، ترى الكون كله عامي. العامي هو الصادق اللي يفهم. المثقف ملوث، مثقف كائن ملوث ومؤدلج بزيادة، عنده إطار داخل عقله. الكون عام، يقول لك اللي يخاف من الذيب يطلع له. إيش معنى المثل ذا؟ أنت لما تخاف من الذيب تتوهم مع الوقت أنه يطلع لك. أنا ليش جبت هذا الكلام؟ لأنه كثير تشوف في السعودية انتشرت مسألة العين. ليش تجيك العين لما تخاف منها؟ تقول واحد والله ثوبك حلو، قول ما شاء الله لا تجيني عين ومدري. مع الزمن عقلك الباطن يستوعب هالأمور على أنها حقائق، لأن العقل ما يعرف المزح من الجد. أيضا المتنبي في هذا المعنى بالضبط يقول: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما تصوره أمنا. هي المسألة تتصورات. يعني أنت الحين خلينا أبثر لك، إيش يفرق جلسة
حسيت نذيع أن نكون بالسجن، الإحساس أن الباب مغلق. أنا ممكن أقعد أنا وأنت يومين في الاستديو ما همنا، لكن بالسجن ما نقعد ساعة، لأن الإحساس إنه الباب مغلق هو هذه المشكلة. فهذا هذا الكلام اللي كنت أبغى أوصله. طيب بيت القصيد. بيت القصيد هذا لشيخنا أبو سفيان العاصي يقول. هذا لكم يعني. لا لا لا، أبو سفيان أبو واحد من الرواة في التاريخ. يقول أنا البيت طبعا، يقول لا لن أدوخ لكي أحصل منزلا، إني وجدت منازل الأفكار وزهدت في كل الشبوك وسورها، في الفكر ما يغني عن الأسواري. أسواري صح لسانك. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات أهل بالعرفج. وصلنا إلى ختام الحلقة. نبدأ دكتور إذا سمحت. تفضل. بالفيديوهات. يلا نأخذ أول مقطع. لماذا يعني خالفت ترك الحمد حين قال أن العرب لم يعد لهم تأثير؟ أبو طارق صديق عزيز، وهو الحقيقة تجنى على العرب في هذا. العرب هم الآن هم اللي يأثرون في الكون كله. عندما تلاحظ أنه أكثر دول أوروبا غيرت قوانين الهجرة الآن، هو كان المقصد الأول هو الحد من العرب. عندما تكون تحمل ملامح عربية في أي دولة الناس يرتابون منك. فأنا أعتقد نحن الفاعل الأكبر في العالم بوصفنا عربا، نحن الفاعل الأكبر في تغيير كل الأطر هذه واستحداث الفيز وتعقيد الأمور والتفتيش في المطارات. إذا نحن مؤثرين ومؤثرين بفعلا. هذا والله ذكرونا بأشياء الحقيقة حلوة. هذا عسى أموانا ذا. هذا أنت وأنا. هذا 2007. يا الله. لا مو 2007. 2007 2006 صدقني. والله كنت صغير تصير وحليوة بعد. لا بس عشان لا يحسبونا طارين على المشهد. نشتغل من زمان. من زمان أصحاب. لا ومن زمان أصدقاء. لسه الخلاف مع طاء مع. لا لا مختلف في العرب فقط. العرب هم المؤثرين، هم اللي يشكرون الآن يخربون كل شيء، وجد داعش الآن ودمرت كل ما هو عربي. نعم. طيب نروح المقطع الثاني. يا سلام، مش يقول يستفزه الطرب وما في أغنية أقلقني الطار. والله ضرب طيران حلو هذا، ولا لا هذا دوسري ولا لا؟ سامري دوسري. سامري دوسري والله. أنا بديت أهتز لو ما أني على الهوى كان في علوم ثانية. أعطيك فرصة. لا بعد ما نخلص نروح إلى فقرة فن الفقراء نتابع. مصرية كبيرة تغني لأبو نورة. يا سلام. أيوه قلبي عليك الكلام. أيوه شوف لبيه. احنا على الهواء الحين. أيوه لبيه يا أبو عيون وساع. شوف في بريطانيا وفي أوروبا كلها يسمونه مغني الرصيف، واحد يعزف كذا والناس تدفع له. هذا تصور راقي.
مع الأسف أنت تشوف في الدول العربية شحاذ يمسكك ويجرك واعطيني غصب وكذا. هذا واحد يستثمر موهبة، واستثمار الموهبة جيد. نروح إلى أغنية الأسبوع يرويها لكم العرفج كالعادة. طيب شوف، اليوم اتصلت على الأستاذ القدير المحرر، خلينا نقول صديق طلال مداح القريب منه، عبد الرحمن بحير أبو ود، وسألته عن أسرار أو كواليس أو أشياء تخص أغنية اليوم وهي أجاذبك الهوى طرب غني. فقال لي: أحمد، شوف، هو دائما تعرف خالد الفيصل ارتباطه محمد عبد أكثر، لكن من الأغاني القليلة اللي غناها طلال مداح خالد الفيصل، أمير خالد الفيصل، في أغنية له مشهورة: أحب الليل ونجوم الليالي، حبيباتي أسامرهن لحالي. وأيضا له أغنية ثانية: عيني يا سهرانة. هذه من ضمن الأغاني اللي هي جاذبك الهوى طرب غني. يقول أنه طلال مداح غناها في عدة جلسات وكانت قريبة من قلبه، كل مرة يغنيها في تسجيل تلمس إحساس مختلف عن اللي قبله. كانت الأغنية دي من أقرب الأغاني لطلال مداح، والغريب أنه ما غناها ولا صورها. وفي الليلة اللي مات توفي فيها الله يرحمه طلال مداح، كان مقرر أنه يغني الأغنية على مسرح المفتاح، أجاذبك اللي ما غناها على مسرح، كان مقرر يغنيها، ولكن القدر كان أسبق إلى ذلك. طلال مداح تعرف، خلينا نسمع شوية منها، نسمع ونرجع. ونرجع. يعني شوف، الأستاذ عبد الرحمن بحير أبو ود أيضا قال إن طلال مداح يعني يكره التصوير، مع إنه هو كان في المسرح في بداياته، لكن أيضا صور طلال مداح وذكرياته في قلب جمهوره، في رأس جمهوره دائما، يعني محبي طلال مداح. أنت تستغرب إنك تلقى 60-70 شو اسمه جروب في الواتساب محبي طلال وكذا، اللي يجيب قصيدة له نادر، اللي يجيب تسجيل نادر. فأقول لك أيضا الأغنية ذي من سبب نجاح أيضا غناها طابور من الفنانين والفنانات، اخرهم يمكن ماجد المهندس، من كثر انه عبد المجيد عبد الله عبد المجيد على المسرح. نعم، اخترقت كل الاجيال وكل الازمنه هذه الاغنيه. ايضا ملاحظه لي بس اللي خاصه فيني انا، اللي اكتشفتها اليوم، انه هذه ابو سعد النص ده كتب على الطريقه العربيه، يعني كتب على بحر الوافر. بحر الوافر تفعيلاته: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة فعول، أجاذبك الهوى واطرب وغني، أجل نحن الحجاز ونحن نجد ونشرب إن وردنا الماء صفوا، على بحر الوافر ماشية. القصيدة في منتهى الروعة، خلينا أقول لك بس بعضها يا بس. يقول: أجاذبك الهوى واطرب وغني، وبادلك الغرام بكل فني، وشاهد صنعة الله في جمالك وحكمها الذي فيك امتحني، وشوف الود في عيونك ولكن يخاف الود وأسف. شوف، من كثر جمالية النص بدأت أخطفي. وأشوف الود في عيونك ولكن يرد الود خوفا فيك مني، ولا أدري وش يخيفك يا حبيبي وأنا مغرم جات تمعم، دام توك في شبابك ليالي العمر ما قطمها، لأني تعال أسقيك من جد والغرامي إلى أنك بعد مثلي تغني. شكرا دكتور، أمتعتنا. شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. نلقاكم في أمان الله. ولو ان التلاحظ شفت عيني ويتروي حديث الحب عني، ولو ان التلاحظ شفت عيني ويتروي حديث الحب عني.